will be addressing when you ask your question, and that also goes for the ones asking questions in the chat online. صندوق الدردشة عبر الإنترنت. أولا سوف أعطي الكلمة للسيد جونسون. شكرا لك. في بداية هذا العام أصدرنا التقرير الخامس، ولقد كانت قراءته مرعبة، لأنه قال إننا إذا لم نغير بشكل جذري الطريقة التي نحيا بها على هذا الكوكب فإننا سوف نواجه تغير مناخ كارثي. في الواقع هذا موجود بالفعل، هناك كثير من الأماكن على هذا الكوكب تمر بمشكلات تغير مناخ، ولكن إذا ارتفعت درجة الحرارة بنسبة درجة ونصف فإن التبعات ستكون خطيرة، ونحن نخاطر عندئذ بأن هناك تأثيرات أكبر سوف تحدث والتي سوف تخرج الأمور عن السيطرة. لذا بالتالي بالنيابة عن الحكومة الدنماركية أود أن أبدأ بأن أقول أننا يشرفنا أننا قد تمكننا من استضافة هذا الاجتماع الوزاري، وأن نرحب بقادة تغير المناخ من كل أنحاء العالم في كوبنهاجن، وشكر خاص لرئيس كوب 26 السيد شارما، وكذلك السيد سامح شكري من الدولة المضيفة مصر التي سوف تستضيف مؤتمر الأطراف 27. هذه هي المرة الأولى منذ مؤتمر الأطراف كوب 26 التي يجتمع فيها قادة من مختلف أنحاء العالم للتعبير عن التزامات جلاسكو. أنا سعيد بأن أرى أن تقريبا 50 دولة من مختلف أنحاء العالم هي ممثلة في هذا الاجتماع هنا في كوبنهاجن. بالنسبة لي هذه شهادة على الأهمية التي توليها الدول لالتزامات مؤتمر جلاسكو والخروج بإجراءات فعلية عملية. هذه الالتزامات تتضمن أن نضع كحد أقصى ارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية، وكذلك التفكير في المؤشرات المرتبطة بالدول التي لا تتسق بالفعل مع اتفاق باريس حتى الآن. وكذلك في جلاسكو التزمنا بتسريع الجهود لمواجهة استخدام الفحم وكذلك المشروعات الخاصة بتمويل تغير المناخ. في كوبنهاجن هذا الأسبوع أجرينا مناقشات جيدة كيف يمكن أن ننفذ تلك الالتزامات التي خرجنا بها في مؤتمر جلاسكو. أنا سعيد للغاية بأننا قمنا ببناء أساس قوي للاستمرار في جهودنا المشتركة قبل كوب 27 الذي سوف يعقد في مصر بنهاية هذا العام. شكرا. شكرا لك سيادة الوزير، والآن رئيس كوب 26. شكرا، مساء الخير جميعا. شكرا لكم الذين جئتم هنا في يوم أجازة لكي تتواجدوا معنا، وشكرا لكل الأصدقاء الموجودين معنا عبر الإنترنت. سوف أبدأ بالتقدم بشكر السيد جونسون صديقي دان يونسون، وكذلك الحكومة الدنماركية على استضافة هذا الاجتماع الوزاري، ونحن ممتنون للغاية الطريقة التي تم تنظيم بها هذا الاجتماع، وعلى وجه التحديد حفاوة الاستقبال. شكرا للسيد جونسون وفريقه. أنا سعيد للغاية بأن أترأس هذه الجلسة بشكل مشترك مع السيد سامح شكري رئيس كوب 27. مصر والمملكة المتحدة تعملان معا وسوف تستمران في العمل للإعداد لكوب 27. منذ 6 أشهر تقريبا 200 دولة قد جاءت إلى المملكة المتحدة، ومعا صنعت التاريخ بأنها قد صاغت اتفاقية جلاسكو لتغير المناخ. وعلى مدار اليومين الماضيين كان هناك مجموعة من الوزراء كما ذكرت من السيد 50 حكومة شاركوا معنا هنا في هذا الاجتماع لكي نرى كيف نوفي بهذه الالتزامات والتعهدات قمنا بها في اجتماع جلاسكو، وجعل هذا الاجتماع يدور حول تنفيذها. وهذا ليس اجتماع آخر على أجندة تغير المناخ، فهو لا يدور حول تحديد المواقف، ولكنه يهدف إلى التأكد من أننا لدينا مجموعة من الالتزامات التي أؤكد عليها، لدينا إجراءات عملية، ونركز كذلك على كيفية الوفاء بهذه الالتزامات. وأنا سعيد بأن أقول أننا قد أحرزنا تقدما.
بتقليل الانبعاثات، التكيف مع تغير المناخ، وكذلك تمويل مشروعات تغير المناخ. وفي الواقع هذا الاجتماع شهد إجماعا بشأن ما يجب أن نفعله لكي نحقق تقدما في كل هذه المجالات. كان هناك إشارات إيجابية من الدول التي نظرت مرة أخرى إلى مؤشراتها الخاصة بعام 2030، وكل الدول قد اتفقت على هذا، أن تراجع مؤشرات 2030 بنهاية 2022. وكذلك هذا يتضمن التفكير في كيف أن هذه المؤشرات يمكن أن يتم تعزيزها من خلال أهداف قطاعية. أستطيع أن أقول لكم كذلك أن وزير الخارجية مورغن من ألمانيا، وزير خارجية كندا، قد قاموا بمراجعة خطة تقديم 100 مليار دولار التي تم الموافقة عليها قبل كوب 26، وهذا على أساس النقاط العشرة التي تم تحديدها في الخطة، والتي تغطي الالتزام بتمويل التكيف مع تغير المناخ وكذلك الوصول إلى التمويل. وبالإضافة إلى ذلك، الوزير شكري والقادة الآخرين، أعددنا مجموعة خبراء رفيعة المستوى للاستثمار في إجراءات تغير المناخ التي سوف يرأسها فيروسون وألكسندر، وهم سوف يضعون الخيارات بشأن السياسات التي يمكن أن تمكن الاستثمار الضروري لتنفيذ اتفاق باريس واتفاق المناخ الخاص بجلاسكو. وهؤلاء الزملاء يقومون بعمل أساسي. إذن معا الدول قد ساعدت في أن تعمل على تنفيذ اتفاق جلاسكو على مدار هذين اليومين، والأمر متروك الآن لكل الدول للحفاظ على هذا الزخم للوفاء بتلك الالتزامات والتحرك بشكل أسرع خلال الستة أشهر المتبقية قبل مؤتمر الأطراف 27. ونريد أن نتأكد أننا عندما نصل إلى شرم الشيخ نقوم بالفعل بتنفيذ إجراءات وليس كلمات فقط، وهذا ما نريد أن نراه مترجما على أرض الواقع. شكرا لكم. شكرا لك السيد شارما. والآن أعطي الكلمة لرئيس مؤتمر الأطراف 27 السيد سامح شكري. شكرا لكم. اسمحوا لي أولا أن أعبر عن تعزية لحكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة لوفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات العربية المتحدة. أود كذلك أن أعبر عن شكري وتقديري للوزير يورغن والحكومة الدنماركية على استضافة هذا الاجتماع، وكذلك أتقدم الشكر لكل الوزراء وكبار المسؤولين الذين شاركوا في هذه النقاشات على مدار اليومين الماضيين. معا مع الوزير شارما ورئيس كوب 26 نرى أن المشاركة في هذه الصيغة الرسمية والتفاوض سوف يكون مفيدا للغاية بالنسبة لنا لمناقشة أربعة موضوعات مرتبطة بتمويل تغير المناخ، التكيف مع تغير المناخ، التخفيف من آثاره، ساعدنا في أن نرى كيف يمكن أن نقوم بتنفيذ اتفاقات جلاسكو وأن نجري مفاوضات لكي نحقق هذا خلال ثلاثة أسابيع. خلال الاجتماع أنا تمكنت من تبادل وجهات النظر مع المشاركين من الممارسين، ممثلين الحكومات، ممثلين المجتمع المدني، وكذلك الأطراف المعنية المختلفة. وسعدت كذلك بلقاء ممثلين مجموعات المجتمع المدني الذين تظاهروا خارج المكان هنا بدءا من الأمس. وفي هذا الإطار أود أن أقول أنني قد تأثرت بطاقتهم وتحفيزهم وموقفهم المستمر لتحفيز الحكومات على الوفاء بالتزاماتها والتعامل مع تحديات تغير المناخ. أود أن أطمئنهم جميعا وكذلك كل الأطراف المعنية الأخرى أن مؤتمر الأطراف 27 سوف يشمل الجميع، حيث يكون الأطراف الفاعلة واللاعبين الرئيسيين سوف يتمكنون من التعبير على وجهات نظرهم وكذلك اتخاذ الإجراءات. أود أن أؤكد على الأهمية التي توليها مصر للعلم المرتبط بتغير المناخ، وهذا ينعكس في النتائج والتوصيات التي تخرج من الIPCC، وكذلك التأكيد على أهمية تحقيق الانتقال العادل والعدالة المناخية بالاستماع إلى الأطراف المعنية المختلفة بما في ذلك النشطاء والنساء والشباب. أتوقع من كل الأطراف والأصحاب المعنية أن تجتمع في كوب 27 للتعبير عن التزامها المستمر للتكيف مع تغير المناخ، تقليل الانبعاثات والاستمرار
في تمويل المناخ وتنفيذ الإجراءات على أرض الواقع لكي نقترب من أهداف اتفاقية باريس، كإثبات عملية للأولوية التي تعطيها الرئاسة المصرية للتكيف. أود أن أعلن أن رئاسة كوب 27 وكذلك اللجان الاقتصادية الإقليمية سوف تعقد 5 متحديات عن تمويل المناخ بما يتفق مع قادة تغير المناخ على مستوى المتحدة. في النهاية أود أن أدعو كل الأطراف لكي تعبر عن طموحها في التنفيذ وكذلك تسريع تنفيذ الالتزامات والتأكد كذلك من أن المؤشرات يتم مراجعتها بحيث تتفق مع أهداف اتفاقية باريس. مرة أخرى أود أن أشكر حكومة الدنمارك على التنظيم الرائع وكذلك على حسن الضيافة في هذا الاجتماع، وأن أشكر كذلك الرئيس شارما رئيس كوب 26 على التعاون الرائع فيما بيننا. بينما نتحرك قدما هناك حاجة لأدرس الأمر وأن نرى مساهمات كل الأطراف فهي أساسية ونتطلع إلى الاستمرار في هذا التعاون. شكرا لكم. شكرا لك. وأخيرا المديرة التنفيذية إسبينوزا لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. في النهاية أود أن أتقدم بالشكر لكل الزملاء وأكرر ما قالوها. أود أن أعبر عن امتناني لحكومة الدنمارك لجمعنا معا في هذا الاجتماع، وأشكر الوزير يورغنسون على عمله والتزامه والقيادة التي يظهرها ليس فقط في هذا الاجتماع ولكن كذلك في العملية كلها. وأشكر كذلك ألوك شارما رئيس كوب 26 والوزير سامح شكري رئيس كوب 27 لالتزامه وجمع المجموعة معا. نلتقي 6 أشهر بعد مؤتمر جلاسكو و6 أشهر قبل مؤتمر شرم الشيخ كوب 27 في بيئة دولية مختلفة للغاية عن البيئة العالمية التي كنا نواجهها عند عقد مؤتمر جلاسكو. لذا كان هذا الاجتماع والحوار في وقت مناسب للغاية. عنصر ألقي الضوء عليه وهو أنه كان هناك مشاركة كاملة من قبل 50 دولة الحاضرة هنا، وتم التفاوض بشأن الكثير من الأشياء. ونحن نعلم أنه حتى نصل إلى المفاوضات ونتمكن من بناء فهم مشترك فإن هذه الحوارات في حاجة إلى أن تحدث، وبالنظر إلى الوقت القصير المتاح لنا حتى المؤتمر القادم فكان من المهم للغاية أن نعقد هذا الاجتماع. أنا أود التأكيد كذلك على أنه كان مطمئنا بالنسبة لي من وجهة نظر سكرتارية تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن أرى أن هناك التزام كامل إدراكا للتحديات والوضع الحرج على المستوى العالمي، وكذلك في نفس الوقت إعادة التأكيد على الالتزام تحقيق الأهداف والقرارات التي تم الموافقة عليها في جلاسكو. وفي هذا الإطار التأكيد على أن يكون مؤتمر سيعقد في مصر مؤتمر للتنفيذ والتطبيق، وبالإضافة إلى أهمية العمل من خلال حزمة. النتائج يجب أن تكون في صورة حزمة متوازنة تتضمن كل الموضوعات والقضايا المختلفة. دعوني أقول أنه بحسب ما أرى أعتقد أن أحد المجالات الصعب العمل عليها، ولكن العمل فيها قد بدأ بالفعل كما قال رئيس كوب 26 الوزير سارما، هي مسألة تمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ وتمويل التكيف مع تغير المناخ بشكل عام. ولكن أعتقد أن هناك روح إيجابية شاهدناها هنا في كوبنهاجن، وهذا سوف يجعل من الممكن أن نتغلب على هذه المشكلة وأن نصل إلى فهم مشترك. شكراً.
والآن سوف نفتح الباب للأسئلة. هل هناك أي أسئلة من الصحفيين الحاضرين؟ آدم. شكرا لكم آدم هانستاد من صحيفة بوليتيك الدنماركية. لدي سؤالين، سؤال رئيس كوب 26 وسؤال رئيس كوب 27 إذا سمحتم لي. دكتور شارما، لقد قلت أنكم قد تمكنتم من إحراز تقدم بشأن موضوعات مثل تقليل الانبعاثات وجانب تمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ. هل يمكن أن تتوسع في هذا وهل توضح أنه كان هناك وعود محددة للتعامل مع مسألة الخسائر والأضرار؟ نعم، فيما يتعلق بالمؤشرات لدينا مجموعة من الدول التي حددت في الاجتماع أنها تقوم بتحديث المؤشرات الخاصة بها زيها، وأن هناك دول أخرى قد تحدثت معها كذلك لم تحضر هذا الاجتماع وتقوم بنفس الأمر، بالإضافة إلى أنه كانت هناك دول قد قالت أنها تعمل على الاستراتيجيات طويلة المدى، وهذه الالتزامات كلها جزء من اتفاقية جلاسكو للمناخ، وهذا كان أمرا مشجعا أن نرى التزامات من قبل الدول في هذا الاجتماع. وأود أن أركز كل الأطراف وكل الدول لأنها قامت بالتوقيع على اتفاق المناخ لجلاسكو، وهذا التزام علينا جميعا. بشأن مسألة الأضرار والخسائر، كان هناك تبادل لوجهات النظر بشأن هذه المسألة مع كل الأطراف الأخرى، وكما تعلمون فإننا اتفقنا في كوب 26 على أن حوار جلاسكو سوف يبدأ في الاجتماعات في شهر يونيو، وبالإضافة إلى ذلك اتفقنا في كوب 26 على أننا سوف ننفذ شبكة لتقديم الدعم الفني للأمم. ومرة أخرى أعتقد أنه كان هناك اتفاق على أننا يجب أن نسرع من هذه العملية، هناك فرصة لنا لكي نفكر في شروط المرجعية المرتبطة بهذه الشبكة، وكل هذا سوف يحدث في شهر يونيو. وأنا أؤكد على ما قاله الكثيرون في الاجتماع أننا نريد أن نحاول أن نصل إلى نقطة أنه بحلول كوب 27 نستطيع أن نقول أننا قد قمنا بتنفيذ هذه الشبكة بشكل كامل، وهذه سوف تكون أحد الإنجازات التي نخرج بها من اجتماع شرم الشيخ. إذا كان لي أن أضيف سؤال لرئيس مؤتمر أطراف 27، شكرا ومرحبا بك في الدنمارك. لقد قلت أنك قد التقيت بمجموعة من النشطاء في مجال البيئة والمناخ، هم حاولوا أن يغزوا الاجتماع وأنتم دعوتموهم، ما الذي جعلكم تفعلون هذا؟ مرة أخرى أنا أشعر أنهم الكثير من هؤلاء نشطاء شباب وهم يمتلكون المستقبل، هم أعربوا عن التزامهم ورغبتهم في الإجابة على مجموعة من أسئلتهم، لذلك وجعنا أنه في كل الموضوعات التي تثير مخاوفهم يجب أن نناقشها إذا كان هناك اعتماد على العلم لتحفيزهم لتقديم الأساس الذي بناء عليه نقوم بعملنا، سواء كانت مسألة عدالة المناخ أو أهمية تحفيز الحكومات والأطراف المتفاوضة لإثبات الالتزام وإظهار القدرة على التوصل إلى حل وسط والتوصل إلى حلول بشأن المشكلة من خلال عملية التنفيذ، وأن نغير كذلك الثقافة المرتبطة بتحدي مواجهة تغير المناخ. كما ذكرت فأنا قد تأثرت بحماسهم والتزامهم وروحهم، وأعتقد أن هذه هي الروح التي يجب أن تدفعنا جميعا للعمل، فهي سوف تحافظ على علاقتنا بهذا الكوكب الرائع وإدراك أننا جميعا في نفس القارب. إذا كان لي أن أضيف نقطة أخرى،
وهي أن ما تأكدنا فيه من خلال هذا الاجتماع أننا لدينا مشاركة من جانب المجتمع المدني كمراقبين. كان هناك 7 بالإضافة إلى كذلك الرواد في مجال البيئة والمناخ. وفي هذه الاجتماعات يكون هناك دائما مكان على الطاولة لكل المجموعات والأطراف كما ذكر السيد شكري. ففي نهاية الأمر هذه مسألة عالمية ويجب أن تكون هناك استجابة عالمية لها. نعم، كلاوس أندرسون من شبكة الأخبار الدنماركية. السيد شارما، تركنا جلاسجو بنتيجة أن هدفنا هو أن نرفع درجة حرارة العالم أكثر من درجة ونصف مئوية. ما هي الإجراءات التي شاهدناها منذ ذلك الوقت لكي ننفذ هذا الهدف؟ في جلاسجو إذا نظرنا إلى كل الالتزامات التي قدمتها الدول فأعتقد أنه تم التقييم أننا نتجه باتجاه 2 درجة مئوية أو 1.8 درجة مئوية ارتفاع في درجة الحرارة. وأود أن أضع ذلك في سياق إلى أين ذهبنا لجلاسكو، لأنه قبل اتفاق باريس العلماء كانوا يقولون لنا أننا نتوجه باتجاه 4 درجة مئوية أو 3 درجات مئوية، وكنتيجة للالتزامات في اتفاقات باريس فأننا نحقق الآن أقل من 2 درجتين مئويتين. وأكدت هنا خلال الاجتماع أنني أعتقد أن ما كان لدينا في جلاسجو كان أمل هش، والسبيل الوحيد للحفاظ على 1.5 درجة مئوية هي أن تلتزم الدول عقوداتها. وكما ذكرت في كلماتي شجعني أننا سوف نشهد تقدما قبل كوب 27، حيث أن الدول تنظر مرة أخرى إلى التمويل وتقليل مؤشرات الانبعاثات الخاصة بها وتحسين التكيف مع تغير المناخ. لذا أعتقد سوف نرى تقدم أفضل، وكذلك ما يحدث أن كل مؤتمر أطراف يبني على مؤتمر الأطراف السابق. ونحن نريد بحلول عام 2030 أن نقلل الانبعاثات العالمية بالنصف، وهذا رقم كبير، ولكن الالتزام موجود والآن الهدف هو تحقيقه. سوف نأخذ أسئلة من صندوق الدردشة عبر الإنترنت. نيكوب أسواني من إيكونوميك تايم يسأل الوزير شكري، ما هي النتائج الملموسة التي تعمل مصر على تحقيقها في كوب 27 لكي تنجح فيها؟ وكذلك سؤال آخر للسيد شكري، هل هدف كوب 27 هو أن نحافظ على عدم الارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 1.5 درجة؟ وسؤال للو، الدول الإفريقية تود أن تشهد تقدما في مجال التكيف بما في ذلك المزيد من التمويل للتكيف وكذلك التعامل مع الخسائر والأضرار. هل سوف تكون هناك جهود لرفع الالتزامات بشأن هاتين النقطتين؟ وإذا كان هذا نعم فما الذي تهدفون إليه على وجه التحديد؟ شكرا. نحن نتحدث عن مسألة التنفيذ كجانب أساسي، وبالنسبة لنا لكي نتمكن من مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ فهي مسألة مرتبطة بكل التعهدات والالتزامات والمؤشرات وتطبيقها للتحرك قدما. وهناك مكونات مختلفة يجب أن نجمعها معا، سواء كانت تخفيف أثار تكيف المناخ، التكيف، رأب الفجوات الموجودة، وإدراك أننا يجب أن نكون كلنا على نفس المسار فيما يتعلق بالتفسير وألا نتجنب المسؤوليات وأن ننفذ هذه الجهود بشفافية. أعتقد أن هناك كثير من المسائل التي يجب أن نحققها، ومن بينها هي زيادة مستوى الثقة بين الأطراف المختلفة من أن هذه الالتزامات سوف يتم تحقيقها، والثقة في أنه سوف يكون هناك التزام كافي من قبل الجميع للوفاء بالتزاماتهم، كذلك إدراك أنه لكي نحافظ على 1.5 درجة مئوية فهذا هو الهدف الذي تم صياغته سواء في باريس أو جلاسجو، وهذا ما يقوله العلم.
إن زيادة درجات الحرارة سوف يؤدي إلى المزيد من التبعات الحادة كما ظهرنا من خلال أحداث المناخية وندرة المياه والتأثير على الأمن الغذائي. لكل هذه الأسباب يجب أن نحافظ على طموحنا في أن نحافظ على درجة ونصف مئوية، وكذلك أن يكون طموحنا بأن نقللها أكثر. لذا نحن نتطلع للقيام بذلك، وهذا يأخذنا مرة أخرى إلى الوفاء بالتزاماتنا. فهذا لن يحدث إلا إذا قللنا الانبعاثات وقمنا بحصاد الكربون، وكذلك قدمنا للدول الإمكانية على أن تقلل الانبعاثات إلى صفر، وكذلك العمل على التكيف مع تغير المناخ. فهذا مكون مهم، وتمويل التكيف بإعطاء الفرصة للمجتمعات كي تتمكن من التغلب على التأثيرات السلبية التي تؤثر للأسف على المجتمعات والمناطق التي لم تسهم في تحدي تغير المناخ. فهذا عنصر آخر مهم. الدول الأفريقية وطموحها في تنفيذ التكيف وحماية المجتمعات أمر أساسي للعملية. فكوب 27 منعقد في أفريقيا، لذا هو أفريقي، ولذلك هناك ارتفاع في مستوى الطموح من أنه سوف يكون هناك تمويل كافي لجهود التكيف، وهذا لن يحمي فقط الهشاشة الموجودة في الدول الإفريقية، ولكنه كذلك سوف يسهم في بناء الثقة بين الأطراف المختلفة للاستمرار في هذه العملية. لدينا دقيقتين متبقيتين. سؤال مختصر من فضلكم. السلاك من صحيفة دانش اليومية. سؤال للسيد شكري. لقد تم اتخاذ قرار في جلاسكو أن الدول يجب أن تقدم تقارير بشأن المؤشرات الجديدة خلال عام، وبحسب علمي فإن مصر لم تقدم التقرير الخاص بمؤشراتها. لماذا لم يحدث هذا حتى الآن؟ أنا سعيد بأن أنقل لكم أن مصر سوف تعلن مؤشراتها التي تم مراجعتها خلال أسابيع، ولقد قامت بصياغة استراتيجية المناخ الخاصة بها. لذا نحن نبذل كل جهدنا، وأعتقد أننا أظهرنا التزامنا في التعامل مع مسألة تغير المناخ، ولقد تخطينا أهداف عام 2030 نسبة 30% في مزيج بين الطاقة، وسوف نعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة. نحن نعتقد أن هناك فرص بالنسبة لنا لكي نسهم ونستفيد من الموارد المتاحة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ونحن نتوسع في استخدامنا لمصادر الطاقة المتجددة بحيث نتمكن من الإسهام في تطوير الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الأخرى التي سوف يكون لها أثر بالطبع على محاربة التأثيرات السلبية لتغير المناخ. لذا سوف نبذل أفضل ما بوسعنا، وأتمنى أن ينتبه الجميع إلى ما سوف نعلن عنه من التزامات وطموحات عندما نصدر المؤشرات المراجعة خلال أسابيع. شكرا. انتهى الوقت، لذا شكرا لكل المتحدثين للإجابة على الأسئلة، وشكرا للصحفيين للتواجد معنا هنا، وشكرا لمن انضموا إلينا عبر الإنترنت.